نائية، جميلة، غامضة وفريدة. الجزر عوالم بحد ذاتها، أماكن منفصلة تطورت الحياة فيها على نحو مختلف. ولكن في عالمنا المعاصر والمتداخل، الجزر أيضاً جزء من مجتمع يتغير في السراء والضراء. في هذه السلسلة نستكشف حياة سكان الجزر. سنكتشف أنهم مهما كانوا بعيدين عن البر الرئيس، ومهما كان تاريخهم مميزاً، ومهما كانوا فخورين باستقلالهم، فإن الجزر لا تستطيع أن تفصل مستقبلها عن مصير البشرية جمعاء. تشكل هذه السواحل الخط الأمامي في تغير الأرض من نواح كثيرة. ما يحدث هنا يعنينا جميعاً. في شمال المحيط الأطلسي وعند طرف الدائرة القطبية الشمالية تقع دولة مكونة من جزيرة على حد سكين العالم. أيسلندا أحد الأماكن الأشد تقلباً على سطح الأرض. شكلتها البراكين التي كانت تنفث الصخور المصهورة على مدى ملايين السنين. لا تزال الأرض نشطة، ولا تزال الجزيرة قيد التشكل. العيش هنا تحد فريد من نوعه. إنه بلد ضخم وعدد سكانه قليل، فأجزاء ضخمة من الداخل غير قابلة للسكن. ولكن في مكان لا يرحم، تعلم سكان أيسلندا كيفية العيش. بدلاً من زراعة التربة القاحلة، يحصدون مياه البحر. وبدلاً من الهرب من البرية، يجيرون قوتها لصالحهم. منذ قرون، شكلت عزلة أيسلندا شعبها وحمت. لقد طوروا ثقافة مميزة ومتجانسة. لا يزالون محافظين على أصالة لغة أجدادهم، وهم المستوطنون الأوائل من الفايكينغ. ولكن بعد أيسلندا لم يعد حاجزاً. لقد وصل العالم الخارجي إليها، وهو عالم في حالة تقلب. الاقتصاد يتغير، والمناخ يزداد دفئاً، والطاقة سلعة يريدها الجميع. في التجارة والثقافة، أيسلندا لاعب عالمي. تتمتع هذه الجزيرة الواسعة بالقدرة على التأثير في العالم كله. الطريق الذي ستختاره سيؤثر فينا جميعاً. التقليد أم التقدم؟ الطبيعة أم الصناعة؟ الوسائل القديمة أم الحديثة؟ أيسلندا واحدة من الدول الأقل كثافة سكانية على الأرض، وواحدة من الأشد جموحاً. وهي أيضاً منطقة ساخنة جيولوجياً، حيث تقع فوق إحدى المعالم الجيولوجية الأشد تقلباً في العالم.
سلسلة جبال وسط الأطلسي. إنه شق ضخم في قشرة الأرض يقسم آيسلندا إلى نصفين. بينما تفصل صفائح قشرة الأرض آيسلندا إلى أجزاء، ترتفع الحمم لتملأ الفجوة. هذا النشاط البركاني هو ما شكل حجر أساس آيسلندا، وما زالت نهاية بنائه بعيدة. تحوي الجزيرة حالياً أكثر من 100 بركان، وتحوي نشاطاً جيولوجياً حرارياً أقوى من أي بلد آخر على الأرض. التقلب في آيسلندا المعزولة عن العالم الخارجي يمر عادة دون أن ينتبه إليه أحد، إلى أن تقرر الطبيعة أن تذكر الجميع بقوتها الهائلة. في أبريل من عام 2010 ثار بركان آيافيتلي يوغت مسبباً جموداً تاماً في أوروبا. خشية من قيام الرماد البركاني بتعطيل محركات الطائرات النفاثة، ألغت سلطات الملاحة الجوية آلاف الرحلات الدولية. ومع وصول التكلفة إلى مليارات الدولارات، كان العالم يبحث عن تفسير. لم يكن الثوران ضخماً، بل كان خطيراً لأنه أنتج كمية كبيرة من الرماد. هارلدورو سيغوتسون، خبير عالمي في عالم البراكين، يعيش في واحدة من المناطق الأشد نشاطاً بركانياً في العالم. آيسلندا مأهولة منذ 1100 سنة، عاش الناس هنا مع الثورانات وأحسوا بتأثيراتها. هذا شائع جداً في آيسلندا إلى درجة أن الجميع يعتبرونه أمراً عادياً. حتى بالمقاييس الآيسلندية كان هذا الثوران استثنائياً. يشكل الرماد تربة جديدة كهذه الطبقة. كان الرماد ناعماً جداً، لهذا انتشر إلى مسافة بعيدة في المحيط الأطلسي. كان الرماد أنعم بسبب اندماج الانفجارات البخارية في النهر الجليدي مع الغاز في الحمم، لهذا تسببت الثورانات بمشاكل خطيرة. ولكن تأثيرات هذا الثوران لا تقارن بالانفجار المدمر الذي حدث هنا قبل 200 سنة. هذه حقول الحمم في ألتريون. هذه الكتل المغطاة بالطحالب هي آثار تدفق الصخور المصهورة. أتت الحمم من لاكا جيجر، وهو بركان ثار في عام 1783، مشكلاً واحداً من أضخم الثورانات البركانية في التاريخ. طوال 8 شهور غمر الرماد المميت والحمم الجزيرة، وأودى بحياة 5 سكانها. كان بإمكان الرماد أن ينتشر إلى مسافة بعيدة ويغمر العالم بالظلمة والمجاعة. لا يزال سكان آيسلندا يعيشون تحت التهديد الدائم لثورانات أشد فتكاً. إنهم على الأقل أكثر استعداداً لها هذه الأيام. تتم مراقبة جميع الحركات ضمن براكين الجزر، وعند ظهور أي إشارة لنشاط غير عادي يتم الاتصال بالسكان وإجلاؤهم إلى موقع آمن. لم يقتل أحد في ثورانات آيافيتلي يوغت الأخيرة. تعلم سكان آيسلندا العيش في ظل البراكين، رغم أن الجزء الداخلي من البلد قاحل جداً، إلا أن معظم السكان يرغمون على العيش عند أطرافه في البلدات والمدن الساحلية. تؤوي ريكيافيك قرابة 40% من السكان. ليست هناك عاصمة وراءها في شمال الأرض، وترى ضوء الشمس 4 ساعات فقط يومياً في الشتاء، وفي الصيف يظل ضوء النهار على مدار الساعة تقريباً.
ميناء ريكيافيك الطبيعي هو حجر أساس ثروتها. إنه منفذ تجاري ومركز لتجارة منتجات البلد التقليدية. السمك هو طعام أيسلندا الممتاز. إنه مادة التصدير الأكثر ربحاً في البلد، والمورد الوحيد الذي مكن السكان من العيش فيها. قبل 1000 سنة، حين نزل مستوطنو الفايكنج للمرة الأولى على شواطئ أيسلندا، بدت الأراضي الوعرة مترامية الأطراف أمامهم، وفصول الشتاء المظلمة والطويلة ونوعية التربة السيئة جعلتا زراعة الأرض مستحيلة. ولكن المياه الخصبة التي تحيط بها والتي يغذيها تيار الخليج الدافئ قدمت طوق النجاة. كان السكان الأوائل يعتمدون على السمك غذاء لهم، وما زالوا كذلك. حالياً يحرثون أقل من 1% من الجزيرة لإنتاج المحاصيل. لا يزال صيد السمك مصدراً رئيساً للدخل وأسلوب حياة. صيد السمك بالصنارة هو تسلية كريستيان ديفيدسون المفضلة، ولكنه قضى حياته العملية في صيد السمك التجاري. ولد في بلدة صغيرة شمال ريكيافيك وتعلم مهنته من والده. إنه يتذكر الانتظار بلهفة في البيت مع أمه وأشقائه بينما كان أبوهم يغيب شهوراً وهو يصيد السمك في البحار. ليس من السهل أن تربي الأم 5 أولاد وزوجها في البحر يخضع لتقلبات الطقس، وهي لا تعرف متى سيعود أو إن كان سيعود. لم يمنع ذلك كريستيان من الرغبة في أن يحذو حذو والده. أنا مدرب على صيد السمك، درست في الكليات البحرية ونلت شهادة في دراسات صيد السمك. قضيت حياتي العملية كلها في صيد السمك. كان خياراً خطيراً كمهنة، فرغم أن مياه شمال الأطلسية التي تحيط بأيسلندا تعج بالأسماك، إلا أنها هائجة أيضاً. تصطدم أنظمة المناخ العنيفة قبالة ساحل الجزيرة، مسببة عواصف عاتية وأمواجاً عالية خطيرة. على مدى قرون تعلم البحارة الأيسلنديون أن يحترموا قوة المحيط وأن يدعو الله بأن يعينهم على الإبحار فيه. تنتشر الكنائس على شريط أيسلندا الساحلي، ومذبحها هو آخر مكان يزوره البحار قبل أن يبحر، وأول مكان يزوره عند عودته. احفظني يا رب من كل شر، وامنحني الرحمة والمغفرة على خطاياي. لكن الأدعية لا تقدم أي ضمانات. مات بحارة كثر بسبب قوة الأطلسي الوحشية. البحر يعطي ويأخذ كما نقول في أيسلندا. انخرط كريستيان في صناعة صيد السمك حين كان سمك القد هو الملك. عام 1991 صادوا أكثر من 1,000,000 طن من السمك في مياه أيسلندا، وتطورت ريكيافيك من بلدة ريفية إلى عاصمة تصدير تعج بالنشاط. ولكن العالم الذي يشتري سمك أيسلندا كان يتغير. كانت المصارف تنتشر في أنحاء العالم، وشجعت التكنولوجيا على التدفق الحر للمال بين الدول. بعد أن أدرك أن الائتمان أصبح المسيطر، أصبح كريستيان خبير صيد سمك في قسم الطعام البحري في المصرف، وقد أصبح ثرياً كالكثير من المصرفيين. بدأنا كلنا نقضي مزيداً من الإجازات في الخارج، وزاد عدد زجاجات الشراب زيادة كبيرة. ازدهر الاقتصاد. تذوق الأيسلنديون طعم الحياة الكريمة، وأصبحت أيسلندا واحدة من أغنى الدول في العالم
في مدة قصيرة من الزمن، حتى صيادو السمك استفادوا من الائتمان المجاني. شجعتهم المصارف على أخذ القروض بضمانة حصصهم الشخصية من الأسماك. تم اقتراض مبالغ كبيرة بضمانة أسماك لم يتم صيدها بعد، غرقت أيسلندا بالدين. في عام 2008 بدأ الاقتصاد العالمي يتمايل، انهارت البورصات، انهار برج دين أيسلندا، وكأننا دخلنا سحابة رماد خلال ليلة وضحاها. رهنت المصارف الأيسلنديين إلى أقصى درجة، بحيث اقترضوا 6 أضعاف قيمة الناتج المحلي، وهذا أجبر الحكومة على إشهار الإفلاس. وصلت الأخبار إلى كريستيان عشية عرض شركة مهم. بعد أسبوع انهار النظام المصرفي كله في أيسلندا، وبت عاطلا عن العمل. خلال 6 أشهر زادت معدلات البطالة 5 أضعاف، وخرج الأيسلنديون الذين فقدوا ممتلكاتهم إلى الشوارع. ثورة المطبخ أصبحت واحدا من أعنف الاحتجاجات في تاريخ أيسلندا. طرد السكان الحكومة التي قادتهم إلى الإفلاس وطالبوا بالعودة إلى القيم التقليدية. أصبح صيد السمك طوق نجاة أيسلندا الاقتصادي مرة أخرى. يتم استخدام الأرباح الحقيقية لكميات الصيد الحقيقية لتسديد ديون أيسلندا. وعاد كريستيان أيضاً إلى الأمر الذي يعرفه أكثر من غيره، أنشأ شركة استشارية لصيد السمك تقدم النصائح إلى المسمكات في جميع أنحاء العالم. ولكن الطريق إلى الانتعاش لا يزال طويلاً. الديون حالياً كبيرة جداً إلى درجة أننا لا نفهم الأرقام. أي مستقبل ينتظر أولادنا؟ كلما ازداد تعامل الأيسلنديين مع العالم الخارجي، ازداد تغير عالمهم. قبل الانهيار، كانت أيسلندا في مركز مجتمع عالمي مزدهر. دفعها انهيار اقتصادها إلى العودة إلى شمال الأطلسي النائي. لحسن الحظ، يتمتع الأيسلنديون بموهبة البقاء. قرون من العيش في برية دائمة التغير جعلتهم مرنين. شكل 1000 عام من العزلة الشخصية القومية، مع عدم وجود جيران يطلبون عونهم. تعلم الأيسلنديون الاكتفاء الذاتي، ومع عدم وجود مفر تعلموا التحمل. تتغير البرية في أيسلندا بمستوى لم يعهده الأيسلنديون، وبطرق يكاد التنبؤ بها يكون مستحيلا. في جزيرة من الثلج والجليد تسهل رؤية آثار الاحتباس الحراري العالمي. الأنهار الجليدية التي تغطي 11% من يابسة أيسلندا تذوب. فتنا يوغوت هو أضخم طبقة جليدية في أوروبا، عمقها 800 متر وتغطي ما يزيد عن 8000 كيلومتر مربع، ولكنها تتقلص
بمعدل مرعب. قبل 100 سنة لم تكن ثمة بحيرات هنا، كانت هناك طبقة جليدية وحسب، عمقها 30 مترا. ولكن بينما تتقلص فتنا يوغوت والنهر الجليدي الذي يصب فيها، تمتلئ هذه البحيرة بسرعة. قبل قرن كان رأس النهر الجليدي يصل إلى البحر، وقد تراجع الآن 2 كيلومتر. تتمتع البحيرة التي خلفها الجليد المتقلص بجمال خارق. يأتي السياح ليشاهدوا عرض الاحتباس الحراري العالمي وهو يحدث أمام أعينهم. لكن الجمال يخفي قوة مدمرة. بينما تمتد هذه البحيرة نحو البحر، فإنها تهدد بجرف الطريق الساحلي الرئيسي في أيسلندا. إنها قصة تتكرر في جميع أنحاء الجزيرة. المياه الناتجة عن ذوبان الجليد تعيد تشكيل معالم المكان. يتوقع بعض الخبراء أن أيسلندا فقدت جميع أنهارها الجليدية خلال قرون قليلة. سيخلف تراجع الجليد مكاناً ومناخاً مختلفين جداً. ما كان يتساقط ثلجاً سيهطل مطراً. وستصبح الأرض القاحلة صالحة للزراعة. والرواسب التي جرفتها المياه من الجبال ستغير النظام البيئي الساحلي تغييراً تاماً. بينما يصبح العالم أشد دفئاً، تتلاشى عزلة أيسلندا. يستعد السكان لمستقبل مختلف جداً تكون فيه مطالب العالم الخارجي قوة مؤثرة. يعتقد الكثيرون بأن الطاقة الطبيعية هي ما سيدفع أيسلندا إلى الأمام، فالمكان يعج بالحياة بسببها. إنها تشق الأرض وتخرج منها. الأيسلنديون رواد عالميون في استغلال إمكاناتها. تتم تدفئة جميع البيوت تقريباً بطاقة حرارة الأرض الداخلية. لكن أنهارها الجليدية هي ما يمد النمو بالطاقة. إنها سريعة وقوية، وقدرتها على توليد الكهرباء بقوة الماء هائلة، ويتنافس رواد الصناعة على استغلالها. عام 2003 اختار مصنع الألمنيوم ألكوا البلدة الساحلية النائية ريدافريدر موقعاً لمصنع صهر ضخم. هذا أحد أضخم المشاريع الصناعية في تاريخ أيسلندا. يتم صهر الألمنيوم السائل باستخدام تيارات كهربائية عالية الكثافة وبحرارة تبلغ 950 درجة مئوية. تتطلب العملية كميات ضخمة من الطاقة، والطاقة الكهربائية المائية التي يوفرها تدوم طوال اليوم وطوال أيام الأسبوع. في مصنع الألمنيوم عليهم أن يعملوا على مدار الساعة. هانسينا أولا دوتر تعمل في غرفة الصهر، حيث يتم استخلاص الألمنيوم السائل من المعدن الخام. إنه عمل يدوي صعب، لكن النساء يشكلن تقريباً ربع موظفي في يادارول. يحضر المصنع عماله الأقوياء البالغ عددهم 2000 من المنطقة المحلية. إنه عمل يتم في نوبات، الساعات طويلة، لكن الناس لا يتذمرون.
حين بدأ الناس بالتحدث عن بناء مصنع الألمنيوم اعتبرناه سبباً للاحتفال، لأن البطالة كانت تزداد وفرص العمل كانت تتلاشى. كان الناس يرحلون. قبل افتتاح المصنع كانت هانسينا تعمل في روضة أطفال، وزوجها يعمل في مصنع السمك المحلي، ومع وجود مراهقين تعتني بهما كانت الحياة صعبة. لم يكن زوجي يعرف ما الذي يتقاضاه، كان أجره يرتفع وينخفض. إذا كانت كمية الأسماك قليلة فإن ما يعالج منها ليس كافياً، لهذا لم يكن هناك عمل في مصانع التجميد طوال أيام متعاقبة. حالياً يعمل زوجها وابنها وابنتها في مصنع الألمنيوم. حل في يد رولت مكان صيد السمك كمصدر رئيس للدخل بالنسبة إلى المجتمع. إنه ينتج 940 طناً من الألمنيوم يومياً، ويولد أيضاً دخلاً هائلاً بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. لا تحوي أيسلندا طبقات طبيعية من الألمنيوم الخام. ينبغي نقل المادة الخام آلاف الكيلومترات إلى المصنع. الكهرباء هنا زهيدة جداً إلى درجة أنها تعوض عن نفقات الشحن. ولكن هناك ثمناً، وبرية أيسلندا هي من يدفعه. على بعد 50 كيلومتراً شرقي مصنع الصهر تقع محطة توليد طاقة كهربائية تحت الأرض، توجه 75 كيلومتراً من الأنفاق أطناناً من الماء في الثانية عبر عنفات ضخمة. تم بناء سدود على نهرين جليديين وشق قنوات فيهما لكي تتدفق المياه عبر متاهة الطاقة هذه. والطاقة الكهربائية التي تنتجها تشغل مصنعي الصهر. إنها عملية هندسية ضخمة، وفوق الأرض الشقوق عميقة. هذا سد كارانوكا، تتجمع المياه التي تزود مصنع الألمنيوم بالطاقة هنا في خزان طوله 25 كيلومتراً. جدار السد البالغ ارتفاعه 200 متر تقريباً هو الأضخم من نوعه في أوروبا والأشد إثارة للجدل. عرض بناء المشروع الذي يكلف مليار دولار أثار غضب الشعب، خشي الأيسلنديون من إغراق واحدة من أضخم براري أوروبا باسم الصناعة. خيم المحتجون في موقع البناء، حشدوا دعماً دولياً هائلاً، لكنهم لم يستطيعوا وقف عجلة التقدم. السد ومصنع الألمنيوم حقيقة ملموسة الآن. غيرا معالم المكان وغيرا الحياة. قدم العمل في المصنع طوق نجاة للمجتمع، ولكن ليس التغيير كله مفيدا. فساعات العمل غير الاجتماعية تؤثر على نحو غير متوقع في الحياة العائلية، والعمال الذين يعملون في نوبات مثل هانسينا يجدون التواصل مع الأصدقاء والعائلة صعباً. نحن العاملين في ألكوا نعيش في ضياع. نغادر المصنع في 7 صباحاً ونعود في 9 ليلاً. لا يجرؤ الناس على الاتصال بنا أو زيارتنا لأنهم يعتقدون أننا نائمون أو في العمل. لكي تضمن البقاء على تواصل مع أصدقائها توزع هانسينا نسخاً من برنامج عملها عليهم. لولا مصنع الألمنيوم بعد انهيار المصارف لأشهرنا إفلاسنا على الأرجح. المستقبل مشرق الآن. اليوم تحاول أيسلندا إيجاد توازن هام بين الناس والطبيعة، بين نظام البيئة والاقتصاد. شكل بناء مصنع الألمنيوم سابقة هامة نحو التقدم، وثمة حجة مقنعة لبناء مزيد من مصانع الصهر
مع ظهور آثار الاحتباس الحراري. الأنهار التي تتغذى بالأنهار الجليدية التي تذوب بسرعة ستشهد زيادة في تدفق المياه، وستزداد إمكانات إنتاج طاقتها الكهربائية زيادة كبيرة. إنها نافذة فرص ضخمة، لكنها تفتح مدة قصيرة. يعتقد الخبراء أن الارتفاع سيدوم 50 سنة أو نحو ذلك، وبعد ذلك سيتناقص حتى ينعدم مع جفاف الأنهار الجليدية التي تغذي الأنهار. يعتقد الكثيرون أن التصنيع ليس خيار أيسلندا الوحيد. هذه واحدة من أشد بيئات العالم بدائية. وهذا بلد من أقل البلدان كثافة سكانية في العالم. بعض الأجزاء لم تطأها الأقدام وهي بحاجة إلى تسمية. لكن التضاريس الوعرة التي منعت البشر من الاقتراب مدة طويلة هي ما يجتذبهم الآن. اليوم يأتي الزوار ليذهلوا بجمال أيسلندا الخارق والمخلوقات التي تسكن فيها. هوسافيك، البلدة التي تقع على ساحل أيسلندا الشمالي الشرقي، معتادة على المسافرين. كانت من الأماكن الأولى التي استوطنها الفايكينغ. منذ قرون يعيش الناس هنا بصعوبة معتمدين على صيد السمك. فصول الشتاء الطويلة تجعلهم يقضون أوقاتاً صعبة، لهذا كلما كانت كمية الصيد أكبر كان أفضل. كان ذلك جزءاً من الثقافة هنا في السابق، حيث كان الناس يحضرون ما تقع أيديهم عليه من طعام كحيتان المينكي والدلافين وخنزير البحر. الأحوال مختلفة اليوم، فلسنا مهتمين بصيد الحيتان. اليوم جددت هوسافيك نفسها وأصبحت عاصمة مراقبة الحيتان في أيسلندا. ثمة رجل واحد استثمر في سوق السياحة الجديدة، وهو ستيفان جودمنسون. إنه يدير جنتل جاينتس منذ 10 سنوات، وهي واحدة من شركات مراقبة الحيتان الرائدة في هوسافيك. ليس ستيفان بغريب عن الإبحار. بدأت بالذهاب إلى البحر مع أبي حين كان عمري 5 سنوات، وأقضي وقتي هناك منذ ذلك الحين. أنا سليل صياد سمك يعود تاريخه إلى 150 سنة. رغم أنه ولد وترعرع في هوسافيك، إلا أن ستيفان غادر ليتابع دراسة الملاحة البحرية ككثير من سكان الجزيرة. ظل قبطان سفينة في البحر سنوات كثيرة، لكنه كان يحن إلى الوطن. كنت بحاجة إلى العودة، فجذوري هنا. لطالما أحببت الطبيعة والسمك والطيور والحيتان، إنها تجعلني أنسى نفسي. أدرك ستيفان أن الجمال الطبيعي لبلدته وحياتها البرية عامل جذب هائل للزوار. دائما ما جذبتني فكرة العمل في السياحة. جدد هو وأصدقاؤه مركب صيد حيتان قديما وانطلقوا إلى البحر. اليوم يعتبر الناس ذلك خبرا مهما، وهو أننا نصور الحيتان بدلا من قتلها. جنتل جاينتس واحدة من شركات كثيرة تنقل السياح من هوسافيك إلى عرض البحر ليشاهدوا واحدا من أروع مناظر الطبيعة.
لكن الأحوال انقلبت بالنسبة إلى ثدييات أيسلندا البحرية، فقد خرقت الحكومة حظراً دولياً وأجازت مؤخراً عودة صيد الحيتان في مياه أيسلندا. أعيدت سفن صيد الحيتان التجارية الراسية إلى الحياة. بات قتل المخلوقات الرائعة التي يأتي السياح لمشاهدتها جائزاً قانونياً مرة أخرى. قرار إباحة صيد الحيتان كان مثيراً للجدل، ويرى ستيفان أنه غير منطقي. نستطيع أن نجني مالاً من مراقبة الحيتان يفوق ما نجنيه من قتلها. سينتج صيد الحيتان التجاري خمس الدخل الذي تنتجه مراقبتها، لكن كثيراً من الأيسلنديين يدافع بعنف عن حقه في الصيد. إنه تقليد قديم ينبغي المحافظة عليه برأيهم رغم الاعتراضات الدولية. أرى أن صيد الحيتان الذي كنا ولا نزال نقوم به عبارة عن موقف سياسي. التناقض المتجسد في مراقبة الحيتان وصيدها معا يشكل مشكلة بالنسبة إلى بعض السياح. إذا امتنعوا عن المجيء إلى أيسلندا احتجاجا على ذلك، فقد يسبب ذلك كارثة بالنسبة إلى هوسافيك. السياحة البيئية إحدى الصناعات الأسرع نمواً في أيسلندا، لكن موسم جني المال قصير. لا يأتي السياح في الشتاء بسبب غياب الشمس شبه التام، وأماكن مثل هوسافيك تصبح بلدات أشباح. يغادر كثير من السكان المحليين إلى المدينة سعياً وراء الرزق، حيث فرص العمل أفضل. إنه نموذج يتكرر في جميع أرجاء الجزيرة. زاد عدد سكان ريكيافيك أكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسين الماضية. إذا استمرت الهجرة الجماعية فإن بلدات كهوسافيك ستزول من الخريطة. يعبر الجدل حول مستقبل هوسافيك عن مفترق الطرق الذي تقف أيسلندا عنده. يجب على الأيسلنديين الاختيار بين أسلوب حياة قديم وأسلوب جديد. الأساليب القديمة
Thank you.